حضرتك. اكيد عندنا النهارده كلام كتير جدا بيخص الرباعي المصري، سواء نادي الاهلي، نادي الزمالك، فيوتشر وبيراميدز، ومشاركتهم في البطولات الافريقيه، سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا بالنسبه لبيراميدز ونادي الاهلي، او في الكونفدراليه الافريقيه بالنسبه لنادي الزمالك ولفريق فيوتشر. تعالى نتكلم الاول عن بيراميدز وعن مواجهته امبارح، كانت قصاد فريق مازيمبي الكونغولي. خلينا نتكلم عن اللقاء اللي انتهى بنتيجه 1-0 لصالح فريق بيراميدز، والبدايه الموفقه في مشواره في دوري ابطال افريقيا. بص يا شيماء، يمكن انا كنت في احد القنوات امبارح قلت الاقرب للمنافسه للحته دي هيبقى بيراميدز. من البدايه هو حاطط لنفسه تارجت معين ان هو يحقق يبقى اول المجموعه، يدي انذار شديد اللهجه لكل الفرق اللي هيقابلها في مجموعته. البدايه والتملي بتبقى مهمه جدا لاي فرقه بتشترك في افريقيا او في كونفدراليه، وبالذات بيراميدز دي اول مره يشترك في افريقيا. البدايه دي مهمه جدا بالنسبه لي. اولا بتعمل انسجام مع اللعيبه غير الدوري المصري بكتير، يعني الدوري المصري ده بروفا لبطولة افريقيا، يعني احسن يعني تمرينة صغيرة بشكل عام او بتحقق فيها باتشيكو الاداء المطلوب من لعيبته عشان يبقى موجود في الصورة في مباراة افريقيا. اعتقد ان دي مهمة جدا وحققها باتشيكو بجهاز المعاون بالنسبة لمباراته الاولى مع مازيمبي. هنيجي بقى نتكلم عن نادي الزمالك. الاستقرار اللي حصل في المباراة اللي حصل فيها انتهاء ضربات الجزاء الاخيرة، كانت نادي الزمالك كسب اخر مباراه ليه وكانت وصلت مع بيراميدز 3-3 وسط المباراه النهائيه، ما حدش كان متوقع كم الاهداف دي. كانت مباراه وكانت مباراه سسبنس كلها اكشن من اول دقيقه لاخر دقيقه، انت مش عارفه مين اللي هيوصل. صحيح. لغايه لعبه الحظ او التركيز اللي عنده ثبات انفعالي يقدر يوصل للمباراه البر الامان. معتمد جمال هيئ نفسه نفسيا وطبع ده على لعيبته. صحيح. خرج من اللعيبه، اللعيبه عندها بس هو خرج الحته النفسيه اللي فيها انا محتاج اخد بطوله، انا محتاج اكسب. وصل بده بلعيبته، وصل مباراه البر للامان. هيبقى ظاهر في الفتره دي اللي فاتت كلها تصحيح اخطاء، تجهيز لعيبه، الفه، انسجام، يبان بقى في مباراه بكره ان شاء الله. صحيح.